حبيت نقول حاجه 1 2 3 فيفا لالجيري. بها نبداو اليوم الفيديو تاعنا، واكيد رانا مازلنا في رياض الفتح. نقول لكم واش راكم البنات اليوم بالاخضر، لانه اليوم 31 من شهر اكتوبر اخر يوم، اللي راح يكون بكره يعني غدوه ان شاء الله اول نوفمبر، ذكرى اندلاع الثوره الجزائريه. دمت يا بلادي دائما وابدا حره مستقله. الله يرحم الشهداء، شهداءنا الابرار اللي ضحاوا بحياتهم باش حنا وصلنا وقدرنا نعيشوا هذه الاجواء اللي راكم تشوفوا فيها اليوم من رياض الفتح مباشره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل نعمه. الحمد لله ان قدرنا نعيش هذه اللحظه، لحظه السلام، لحظه الامان، لحظه الحريه، لحظه انه النساء الجزائريات تجولن في شوارع الجزائر وهم يعني سالمات امنات بلا ما يخافوا بلا ما يترعبوا بلا ما يصير لهم اي حاجه. الحمد لله يا ربي. اليوم حبيت نشارك معكم هذه التجربه المميزه. رانا اليوم في المعرض اللي مازالني منظماته مع تنسيق مع وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه ان شاء الله كي اليوم تلقاوني في الخارج ندير لكم معرض. قلت لكم اليوم مازالني في المعرض اللي درته مع الدكتوره فله، تنسيق مع ديوان رياض الفتح، ديوان الثقافه ووزاره الخارجيه تحت اشراف السيده الوزيره، اللي نعطوا لها تحيه كبيره من عندنا لهنايا على الجهد اللي بذلته وعلى هذه الفرصه العظيمه اللي قدرت تقدم لها لنا لينا والحرفيات اللي راهم مشاركين معنا. الوغ البنات اليوم درت لكم فيديو خاص، هذا الفيديو راح يكون بمناسبه اندلاع الثوره الجزائريه. اليوم راح نلبس لكم الحايك، نلبس لكم العجار، ونديروا فيديو في مقام الشهيد باللباس التقليدي الجزائري المعروف جدا عند نسائنا اللي لبسوه ايام الثوره، يعني واجهوا به الاعداء، كانوا يلبسوا الحايك ويلبسوا العجار ويخبوا السلاح تحتهم، ولا يخبوا السلاح في هذيك القفه ويجوزوها ويعاونوا المجاهدين، باش تعرفوا باللي نساء الجزائر كذلك هما نساء قويات، من بينهم جميلات الجزائر الثلاث المعروفات. الله يرحم شهدائنا، الله يرحم كل وحده جاهدت وساعدت باش بلادنا تتحرر وتوقف، وباش تعطي الفرصه للنساء اللي راهم اليوم كما راكم تشوفوا ما شاء الله حاطين طاولات في الهواء الطلق ويخدموا ويبينوا في الحرفه تاعهم ويستر. الوغ باش ما نطولش عليكم بزاف، ندير لكم جوله على الطاولات اليوم، لانه ما شاء الله كل يوم يجونا حرفيات جدد، مشتركات جدد، نوريكم الطاولات واش فيها. ام بعدتي كان ان شاء الله باذن المولى عز وجل نبدل حوايجي، نلبس نلبس الحايك والعجار والقفيفه، وطبعا علم الجزائر، ونديروا جوله في رياض الفتح، وراح تكونوا معايا، وراح نلبس لباس تقليدي. نخليه سمحوا لي نخليه لكم مفاجأة، خليكم تبعوا الفيديو الأخير. نقول لكم إذا كنتوا جداد على القناة ما تنساوش تشاركوا فيها، تخلوا لي لايك وتخلوا لي تعليق حلو كيما نتوما. خليكم معايا لنهاية الفيديو، ومن هيك تعلمنا يقول 1 2 3 فيفا لالجيري. نبداو اليوم، هذه مشتركة جديدة جات معانا تخصص كيك وحلويات جافة نقدروا نقولوا. أيوا فوالا، عندنا اليوم هدية اللي دارت لنا حدوما، واش اسمهم؟ كيكات بلا فلور، كيكات ودارتهم بعلم الجزائر، كيكات بيوضة بالورد والاحمر والاخضر، طبعا بمناسبه اندلاع الثوره الجزائريه. المهم البنات راهم باعوا، على هذيك ممكن راح تشوفوا الصينيات فارغه. هادو ما خلاص هنا خلاص كانوا لي ميني بيتزا ما شاء الله خلاصوا، وبقاو لي مونشو ليمونشو اللي على ساعه كايا. هادو طبعا مازال كيكات، هادو ما حلويات تقليديه، هادو ما بنيون بنيون فوالا. انا شويه تعرفوني الحلوه ناقصه بصح هما راهم يعرفوا، هادو ما يهبلوا، شوفوا الشكل تاعهم ما شاء الله فوالا. وهاي اللي صفحتها تحبوا تدخلوا عندها تدعموها وديروا لي كوموند من عندها، مرحبا بكم. هذه المتربصه كانت معنا من بدايه تاع لافوار حتى اليوم، اليوم رانا في اليوم الثالث خير يوم ثلاثيام جور، جابت لنا اليوم تانيك وصفات جديده وليا تاع التركيز والذكاء. وطبعا هذا البرودوي وريته لكم والباقي نوريته لكم، جابت تاع ترطيب الشفاه، طبعا هذه لا مارك تاعها دخلوا عندها ودعموها. نجوزوا اليوم تانيك اخت جديده جات معانا ما كانتش مشاركه كي صورتكم، تانيك دارت هذوما شو اسمهم خبيزات كيك، هما على بالهم متابعين تاعي بلي انا حاطيني الكاطو باش يضحكوا عليا. دارت كيك تانيك بلونتهم بالاحمر والاخضر والابيض، طبعا لانه الجزائر غاليه على قلوبنا وذكرى تاع ستينيات اندلاع الثوره الجزائريه غاليه على قلوبنا، فدارتها. البنات تحبوا تطلبوا من عندها ولا تحبوا ديروا لي كوموند، هاوليك رقمها وانستغرامها. ما شاء الله كما قلت لكم الصينيات راح تشوفوهم فارغه، لانه خاصك الله يبارك راهم يبيعوا. هذه بقى هاد السيراميك اللي كانت معنا اخر مره فوالا، نكملوا الفوق نكملوا. اليوم هادو جابت لنا لي ساندويتش، هذا الخبز خمير يديروه دي ساندويتش تانيك،
البومب كيك هكايا دودي اكلات منزليه طبعا المحاجب فوالا هدي عندها حلويات جاب فممكن صورتها ما صورتهاش نتذكر صح البارح جيتي معنا جيتي البارح بدات هاي ليك جابت لنا لاتاي ولي جاتو ساك فوالا اللي يحب يطلب من عندها هذيك الرقم هاي ليك البنات حلوياتها بنينة أنا البارح ديت من عندها وعجبوني طبعا نروحوا صديقتنا اللي كل يوم تتحفنا بحاجة جديدة قالت لك راح نجرب كل شيء متعددة المواهب هذه صاحبة الورود اليوم شاركت معنا بليكيش ودارت واحد لي ميني بانيني خلاصو ما كانش باسكو خلاصو بزاف بنان أنا وحدة ديت من عندها باسكو بزاف بنان وجابت هادو ما تقليدية أزمان فوالا طابع كروكي وهذيك حلوه بالطليه تزمان ايوا يعطيك الخير صحه بالطليه والبريد البراد ورفيس قلت لي ما تقوليش رفيس تونسي واش نقولوا له هذا رفيس رفيس حنا نعرفوا ملي كنا صغار بالرفيس تونسي على هذيك هاو البنات نميرو تاعها تحبوا تتواصلوا معاها تخدم من الورد تخدم لي بالي بلاطو ميغوا تخدم لي غاتو لي سالي سكري كلش تخدم تواصلوا معاها مملحات ويعطيك الخير وربي يعاونك وطبعا معنا اللي كان معنا من البدايه اللي انا والله قلت له درت لي لافير جاو لعندي ضيوف شريت من عنده وقلت لهم حلويات تركيه الحلقوم التركي بامتياز على هاي ليك واش كاين وعلى هذه لاكارت فيزيت كنت صورتها لكم اللي يحب يطلب من عنده ولا يروح لعنده الحانوت البومرداس هاو ليك الرقم تاعو ولا تواصلوا معاه هات لكم تفاصيل اكثر واليوم شبحنا القاعده تاعنا هنا ما شاء الله شوفوا كانوا هنا البنات يتصوروا عندنا الحايك جابت للا العروسه راكو تعرفوا انا دائما نخدم معاها جابت لنا الحايك اليوم بمناسبه عيد الثوره عند اندلاع الثوره الجزائريه وراح لي معاها راح نصوروا اليوم ونلبسوا الحايك والقفيفه وندير لكم فيديو البنات تحبوا تواصلوا معاها هاي لك معلوماتها تواصلوا معاها ندير لكم القعدات التصوير كل شيء معلومات هاي لك وهذه وحده من قعداتها وهذا الكراكو جبتوا البنات اللي يحبوا يلبسوا الكراكو ويصوروا و ارواحي نوريهم الكراكو ثاني وتاني هاي جابت كراكو واحد اخر للبنات اللي يحبوا اقعدي عمري ديك فوالا هكا قاعده عاصميه هكا لعرافكم حفلاتكم حتى في عيد الميلاد حاولوا تبدلوا شويه تشجعوا الحاجه التقليديه كي تكون عيد ميلاد طفله صغيره باغابوغ تلبسوا لها سواغي علموهم يحافظوا على تراثنا لبسوا لهم هكا دي كراكو دي غوب كابيل مع قعدات كيما هادي ولادنا يكبروا على عاداتنا وتقاليدنا رحنا بزاف الجهه الغربيه انا جيت في عقيقه سميره لبست لها تراديسيونيل نتوما تانيك علاش لا ما ديروش قعدات كيما هادي تبدلوا كاع والله تجي حاجه شابه وجديده منها نكبروا ولادنا على العادات والتقاليد منها نحافظوا على تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا كما قلت لكم تواصلوا مع لالا العروسه وهنا تانيك الاخت تانيك جات اليوم معانا جديده للمعرض تخدم توابل عندها توابل يعني من كل انواع واشكال يسلمك تعيشي فوالا عندك صفحه ولا وين يقدروا يتواصلوا معك عندي انباج فيسبوك ايوا سبيسياليتي تاع لي ميلونج دي بيس بيو 100% سون كولورون سون برودوي دو كونسير يقدروا يعيطوا يكومونديو لاباج تاعي واسمها توابل منزليه يلقاو لوغو تاع جوزه دايره لي لونات هذيك تما مرحبا بكم عندي بريس كامل لي ميلونج عندي سبيسيال بولي بواسون عندي بولي روتي ماريني شاورما عندي تاع الشوا عندي شربه حريره ما شاء الله انت يسلمك حتى الروائح راهي تعطي الحقيقه شوفوا ما شاء الله البنات تواصلوا معها هادو حرفيات ندعموهم راكو تلقاو كل شيء خير من تروحوا تشروهم من برا مخلطينهم بالياجور صح يربحوا معاهم الياجور يعني للحقيقه دوكا هذه بيو انسانه تعرفوها بلي ثقه تخدم في دارها غيزونال هاي فالي تما ما حاش تزيد لكم فوالا ها واش تزيدوا وحاجه طبيعيه صدقوني الروائح ما شاء الله هذا ميلونج تاع راس الحانوت باش هكا تعرفوا الحاجه اللي راكو تاكلوها حاجه نقيه شوفوا هذا حرور ما شاء الله ويسلمك هكا ندعموا بعضنا وندعموا بنات بلادنا يسلمك باش نطلب الاذن قبل ما نصور لانه هادو جاوا جداد على هذيك حبيت نقولهم هذه تخدم لي زيكسيسوار فوالا هذه
لا انا جيت برك زياره اذا قالوا لي كاين المعرض جبتهم تمتم رحت للدار جبتهم وجيتي معليش مازالوا لي ما تجيب الحاجه ما خير اخرين ما خير هاي البنات صفحتها ادخلوا وزيدوا تشوفوا موديلات كثار تشوفوا امور كثار تواصلوا معاها وان شاء الله ايه وتوريكم وتفهمكم على لي بخي وكلش فوالا هذه هي وكما شفتوا هذه هي طاولتنا وهذا هو معرضنا ان شاء الله اليوم في مونيمو يلا نروحوا نبدلوا حوايجنا ونطلعوا لفوق البنات كما راكم تشوفوا قلت لكم راح نلبس الحايه كاني لابسه الحايه الجزائري لباس القديم الاصيل الجزائريات لكل جزائريات اللي كانوا قديما العاصميات وغير العاصميات كانوا يلبسوا الحايك بالعجار الله يبارك بلادنا فيها لباس تقليدي باشكال وانواع مختلفه شوفوا ما شاء الله الستره اللي كانت عند نسائنا رغم البساطه ورغم الستره الكبيره اللي كانت لكن كانوا نساء قويات نساء يعني ساعدوا وكانوا واقفين يد يد مع الرجال باش حروا الجزائر باش اليوم حنا رانا نتمشاو كل جزائريين راهم يتمشاو وبكل حريه بكل سلام بكل امان بلا ما يخافوا بلا ما يحسوا باي حاجه الحمد لله الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهيدات اللي كانوا ضحاوا من اجل بنادنا كما قلت لكم ونعاود لكم دائما 1 2 3 فيفا لالجيري تحيا بلادنا والله يقوي الامان والسلام والامن على الجزائر الحبيبه كما راكم تشوفوا اجواء اليوم في مقام الشهيد كانت اول التفاته من عندي لبست الحايك يعني اول وحده في مقام الشهيد مع انه كما سمعت ساحه الشهداء داروا تظاهره بالحايك وبالعجار الجزائري لكن في مقام الشهيد كما شفتوا اول وحده لبساته في ليله اندلاع ثوره اول نوفمبر وتاريخ ستينيات الثوره الجزائريه فخوره جدا انني جزائريه فخوره جدا انني في الجزائر حاليا واعيش معكم هذه المواقف الحلوه هذه الذكرى التي لن ولن ننساها ابدا هذه الذكرى التي تمدنا بالشجاعه هذه الذكرى التي تمدنا بالقوه من اجل الاستمرار من اجل دعم بلادنا اولاد بلادنا وكما نعاودوها دائما تحيا بلادي ولاد بلادي 1 2 3 فيفا لالجيري كملوا الفيديو الاخر باش نكملوا مع اللباس التقليدي الجزائري والتظاهرات الباقيه لنهار اليوم لم يتعير انا حابين صوت لي قبل صوي ما تخش فينا من بعيد شويه غميت هاي غميت غميت لا غادي عليك الله الله كيفاش بصح ما هي
حبس بنا دوك تيجي بدنا لبسنا لي تونو تراديسيونيل دوك نوريكم رانيش وحدي درنا مجموعه مانيش وحدي درنا مجموعه لبسنا لي تونو تراديسيونيل راح نديرو تظاهره بسيطه الفوق في مونيمو هي تمجيدا لذكرى نوفمبر اكيد وباش نذكروا بعاداتنا وتقاليدنا ولباسنا التقليدي دائما وابدا بنات شوفوا الموفمون في الليل الغاشي والله انا خليت الحفله وطلعت باسكو تغمينا لتحت مازال ما جا حتى واحد الوغ ديسيدينا نطلعو نشوفو الموفمون هنايا بنات فوالا طلعنا درنا شويه في المونيمو في الليل مازلنا بالحايك الناس راهم يحبسونا يصوروا معنا حتى انا في الجزائر حبوا الفكره هذه تاع الخروج باللباس التقليدي الجزائري زوق عجبتهم حنا في الطريق وفي ميتصور شي قلنا او ما شاء الله كلش سيتي تري بون انيسياسيون الوغ سيتي ان غون بليزير بالعجار والحايك واسلوبها المدور في وسط العاصمه في الجي سونتر تجربه اللي مازال حتى واحد ما دارهاش مون داروها على بالي يخرجوا بصح ماشي اليوتيوبرز والانستغرام اللي داروها هنا تشوفوا تصحنا من داخل الحفله لوجين راهي فلة دكتوره فلة راهي بالقسنطيني وانا كيما كنت واحد بالكراكو هما بديت الحفله في اي بي للمجاهدين واطارات الدوله بمناسبة اللي لا اعتبرت طبعا حنايا من الاطارات الدولة المستقبلية انا حاضرين انا نتمنى انه ماما قلت لكم يجي فيها بزاف فيها الملح الماء وفيها ثاني قدام كر فلسطينية وكاين شخصيات كبيرة راح تكون فنانين وفنانات جزائريين من بينهم حسيبة عميروش رابح درياسة منال غربي وكاين حتى واحد الشاوي نسيت اسمه طلع مقبيلة وهذيك ندى الريحان كاين بزاف فنانين راح تشوفوهم معنا اليوم ان شاء الله بس نشوفوا الفيديو للاخر ما تراطيش انا لحقت الوزيره الوزراء مش وزيره ما نحش تاعها ما شاء الله يا بلبل هون دخلوا كامل ما شاء الله اليوم ما قعدناش فيها اللورا باسكو كاين يعني اقبل من الناس شوفوا ما شاء الله الشخصيات الجزائرية كلها موجودة هنا إطارات الدولة كلها جات أنا تعرف مازال ما عرفتش الحكومة تاعنا بس ما كنتش نعرف نسميهم شخص بشخص ولا اسم باسم فعلى هذيك ما نقدرش نقول لكم الأسماء الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية السيدات والسادة أعضاء الحكومة السيدات والسادة المجاهدات والمجاهدين الحضور الكريم لنستمع معا للنشيد الوطني ودمر وأحرق فوجد عزيمة الجزائريين أقوى وأكثر صلابة أخرجت المستعمر يجر أذيال الهزيمة هذه التفاصيل وغيرها من حكاية الشعب الجزائري نسرد ملامحها في هذا العمل الفني الموسيقي التاريخي فتحية لأرواح الشهداء ومن الجزائر يجلب النظرات بالحكمة والقربيلة وفرنسا بالطيارات والدبابات الثقيلة وزادت القلوب أحياء الدم والخضرة قليلة عوام طويلة عوام طويلة والكرطوش هو اللي يهضر ورزانة العقول وجبهة التحرير تدبر من قولة فعولة وربي في القرآن بشر النصرة مكمولة بالملايين بالملايين دم الشهداء تعمر رحمة والسكينة وعلات الله أكبر
الله أكبر في الشوارع المدينة. هادو لا دولهم فنبر في فرنسا حرد في هل جنبي خويا لا تعدي شغل قايل أنا هل جنبي خويا لا تعدي شغل قايل هل جنبي خويا لا تعدي شغل قايل أنا عسكر فرنسا يقتلوك بالغدرة.
لوزارة المجاهدين لتنظيم هذا الحفل الرائع. وحبينا من خلال هذه الاحتفالية وهذا الحفل الفني الموسيقي التاريخي الكرمو مجاهدة ومجاهد الليلة. من فضلكم شكرا لاستقبال المجاهدة مختاري مريم. بنات فهلانا طالعين معاهم رايحين للمتحف الوطني. خليكم معنا. هنا في اللي رايحين مع الوفد رئيس الحكومه وحنا مجانين. بنات ليها مجنونه بصح حد هي باش تنجحي لازم تكوني هكا كوغاجوز. راني حام على الوفد قبلي وانا نجرب ندخل معاهم منظمه مسيره. البنات صاحبتي ما قدرتش تجري، ماشي انا مليش من حقت مع الوفد بصح صاحبتي ما قدرتش تجري. راني رايحه مي بصحة وليك الوفد اللي تحت. شوفوا الصباغ اللي راهي بانو تاعي. بس حاجه ما صورتيهاش بقات ما كانش غير واحد. شوفوا وين لحقنا داخل قاعة المتحف. الحمد لله فقط الشخصيات والوزراء كل اللي ما يصبرش هنا لديها بعد وسطرة كامل. حاليا أنا داخل مأدبة عشاء مع المسؤولين الدولة الجزائرية. ما شاء الله ماشي الرجال. وليت الوزيرة اللي كانت داخلة مع رئيس الحكومة وزير المجاهدين. دوكا راح يديروا تحية العلم هنا والألعاب النارية. شوفوا الجماهير من تحت ما شاء الله. بنات كان اليوم الحمد لله كان عندي الشرف اني كنت وسط. شوفوا فقط شخصية الدولة الجزائرية. شوفوا ممنوع انه الناس يمروا لهذه الجهة. شوفوا الشعب الجزائري كيفاش محتفل وفرحان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا دوكا قلت لهم دخلنا تسخنا مع الاطاره. دوكا الاطاره كل واحد في طوموبيلته. دوكا رجعوا كيفاش نرجعوا. المهم احنا نحاولوا نيفيتيو كامل نروحوا نرجعوا معاهم انه راك تشوفوا الشعب الجزائري ما شاء الله فرحان بالاندلاع الثوره فرحان ويحتفل يعني روعه 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 روعه. شوفوا مناظر يعني اقشعر لها البدن.